مرحبا يا جمال، مرحبا بكم. في هذا الفيديو ديالي بايفا هي اماتورة في كونا. ديالي بايفا هي ارتزية كبيرة الحل من البرازيل، وكذلك تشكل تورا في شمت انستغرام تصور بجمالها الموديل وشعبية لها الى على منصات التواصل الاجتماعي. سفرت الجميلة بعيد ميلادها 28 الثاني من سبتمبر 2023، ما يدل عام مواليد 1995. تبلغ من العمر 28 سنة اعتبارا من عام 2023. علامتها الفلكية هي برج العذراء. جميلة تخرجت من الكلية لكنها لم تشر كثيرا مسارها الدراسي. حياتها المهنية التي يرتكز في مجال عرض الأزياء ووسائل التواصل الاجتماعي، شاركت الجميلة في مسابقة ملك الجمال الوزن الكبير كواكيا 2019. التذكير أن كواكيا هي مدينة في ولاية سيارة البرازيلية الضواحي الغربية في مدينة فورتاليزا. البرازيلية تقوم بترويج العديد من المتاجر المحلية التي تمتاز ببيع ملابس الأثرية فيها الرياضية وملابس الداخلية. أخذت الانستغرام في 2013 لكنها لم تنشر في صفحتها الكثير إلا في أواخر عام 2019. استطاعت الجميلة أن تحصد آلاف المتابعين. هذا الفاتنة تحب السفر، تحب أيضا التسوق وترويج للعلامات التجارية الشهيرة من خلالها تواجدها على وسائل التواصل الاجتماعي. الأسرة الحسنة البرازيلية في سنة 2023 بين 500,000 ومليون دولار أمريكي. طول الجميلة 172 سنتيمتر، وزن اسمها 74 كيلوغرام، قص صدرها 118 سنتيمتر، قص الخصر 103 سنتيمتر، أمام قص الورقين 148 سنتيمتر. لون شعرها أسود، ولون العيون أسود كذلك. الجنسية برازيلية. لذا نرجوكم تابعونا المزيد قادم، وشكرا.